السلام عليكم ومرحبا بكم في القناة من جديد. اليوم نهار جديد ووصفة جديدة، فمبروك عواشركم ودخل عليكم بالصحة والسلامة وباش ما كتمناو ان شاء الله. فبالنسبة اليوم فغنحضرو مع بعضياتنا فقاس الحار. شكون اللي مكيعجبوش فقاس الحار؟ فبالنسبة لفقاس الحار كيعجب الصغير والكبير. فبالنسبة لهاد المقادير هما المعتمدين عندي. بالنسبة للمقادير فغناخد عندي كيلو ديال الدقيق، غادي نحتاج ليها معلقة صغيرة ديال الملحة، حيت كاينين شي ناس مكيبغوش فقاس يكون مالح. غنحتاج ليها معلقة صغيرة ديال الشوينية، يمكن لكم تعوضوا الشوينية بالهريسة. فغنحتاج البزار، بودرة البصل، غنحتاج خليط ما بين زيت الزيتون والزيت العادية، غنحتاج معلقة ديال الخميرة الفورية أو الخمير الدار، غنحتاج معلقة صغيرة ديال السنيدة، غنحتاج معلقة كبيرة ديال الزعتر، غنحتاج 125 غرام ديال الزبدة، غنحتاج 3 الفرماجات، يمكن لينا نديرو المثلث أولا كذلك لينا نعوضوه بالمربع، وغنحتاج معلقة كبيرة ديال المطار، غادي نحتاج 3 الفصوص ديال الثومة، يمكن لكم تعوضوا الثومة ببودرة الثوم، وبطبيعة الحال غادي نحتاج الماء باش غنعجن. هنا خديت الدقيق وغربلتو في قصريه، غنبدا نضيف العناصر ديالنا. فاول حاجه غنضيف الزبده، غنضيف الفرماج، ثلاثه القطع ديال الفرماج مثلث، غنضيف معلقه كبيره ديال المطاط، غناخد الزعتر وغادي نغربلو، غنضيف معلقة ديال الخميرة، حسب معلقة صغيرة ديال الخميرة فورية أولا خميرة الخبز، غنضيف معلقة كبيرة ديال بودرة البصل. شو فانا ضفت معلقة كبيرة ديال بودرة البصل. بالنسبة للناس اللي ما عندهمش بودرة البصل فياخذوا بصلة صغيرة ويحكوها وياخذوا الماء ديالها ويضيفوا، هو اللي يضيفوا العجينة ديال الفقاس الحار غير الماء، فكتجي كذلك زوينة، كتعطينا مذاق زوين في الفقاس الحار. غنضيف معلقة صغيرة ديال الملحة، حيت كاينين شي ناس مكيبغوش فقاس يكون مالح بزاف. غنضيف معلقة صغيرة ديال الشوينية، يمكن لكم تعوضو الشوينية بالهريسة أو الصلصة الحارة. نغربلها حتى هي، فضفت لنا معلقة صغيرة، غنضيف معلقة صغيرة ديال البزار، نص معلقة صغيرة ديال البزار، غنضيف معلقة صغيرة ديال السكر سنيدة، معلقة صغيرة ديال السكر سنيدة، غنضيف ثلاثة الفصوص ديال الثومة، هاهما ثلاثة الفصوص ديال الثومة. بالنسبة للناس اللي عندهم بودرة ديال الثوم فيضيفوها، وغنضيف خليط ديال زيت الزيتون مع الزيت العادية. هنا غنضيف الكاس الاول ديال الماء، غنضيف هنا الكاس الثاني، غنضيف الوسط،
هنا عندك نص كاس ديال الماء، بالنسبة للماء فانت هذه العجينة من بعد ما جمعتها فما كندلكوهاش غير كنجمعوها وكندخلوا فيها الدقيق. فدابا انا غنخليها ترتاح ونرجع لكم. هنا من بعد ما خليت العجينة ديالي ارتاحت فغنقسمها، يمكن لكم تنسموها باي حاجة، يعني اي حاجة كتفضلوها، ثومة اولا كاشر باش ما يعجبكم. يمكن لكم تقسموها على خمسة على ربعة، كما يمكن لكم ديروها على بغير بدوك المنسمات اللي درنا المرة الاولى باش ما يعجبكم. فبالنسبة لي انا قسمها على ربعة. فبالنسبة لي الاول غندير القزبر، غنضيف ليه القزبر الشكل الثاني، غنضيف الزيتون الاسود والثوم محكوك كما قلت لكم، لان الزيتون الاسود والثوم كيتواتوا مع بعضياتهم. الشكل الثاني غنضيف شوينيه معلقه صغيره ديال مطيش الحك، نص معلقه صغيره ديال التحميره. هنا بالنسبه للكره الرابعه فغنديرها بالمرتديلا اولا كاشير، بالنسبه الى كان كاشير احمر فيكون احسن. بالنسبه لي انا فانا عندي غير هذا النوع ديال الكاشير هو اللي غنضيف. فغناخد اول كره اللي داير فيها الويه، ها هي الكره الاولى من بعد ما دخلت فيها الربيع. وهادو هما العجينه ديال الفقاس من بعد ما ضفنا ليهم الكهات اللي بغينا. فبالنسبه لهذه اللي بالتحميره ومركز ديال الطماطم والشوينيه، هنا هذه اللي بالربيع وهذه اللي بالزيتون الاسود والثوم وهذه اللي بمرتديلا. فبالنسبه لي انا دابا غنبدا نشكلهم حريلات ونرجع لكم. انا شفت الحريبلات ديالي بحال هكا وندخلهم الفرن كما قلت لكم غير يتشمعوا ليا من هنا، يعني يتشمعوا ليا نحس بهم مشمعين صافي، كنطفي عليهم الفرن وكنخليهم حتى يبردوا عاد كنبدا نقطع فيهم. ها انتما من بعد ما تشمعوا ليا ها انتما فراه كيبقاو رطبين، شو فخرجتهم من الفرن وبقى الطاوله الصغيره هي اللي باقا ليا ها انتما، فغنخليهم حتى يبردوا عاد غنبدا نقطع فيهم. من بعد ما بردوينا الحليبلات ديال فقاس الحار ها انتما شوف
فكيشيونا غنشمعي. دابا غتبدا تقطعهم بشكل ميل بحال هكا. ممكن الناس يخدموا بالمقص ولا بالموس اللي كيعجبهم. بالنسبه للموس فكيجي احسن. شوف بالنسبه للحجم ديال فقاس الحار شوف كيجي، فكيجي بحال هذا الحجم باش كيجيو عاطين حتى العين وكيجيو مايلين. بعد ما شتفتهم وعمر الطاوه فغندخلهم الفرن. بالنسبه للفرن فانا غنديرو على نار مهيله حتى تحمر ليا القيقسات اللي عندي. بالنسبه ليا هنا فانا دخلت الطاوه الاولى الفرن، وبالنسبه للنار كما قلت لكم النار ديال الفرن فدايره على نار مهيله باش يتحمروا ليا وكذلك يتقرمشوا ليا. ودابا انا غندير الطاوه الثانيه فغنديرها لتحت، ندخلها لتحت شوف وغنردها هادي حتى تحمر ليا شويه. النار مهيله من الفوق ومن التحت حتى يتحمر ليا فقيقسات اللي عندي. وهذا هو الشكل النهائي ديال فقاس الحار اللي حضرنا مع بعضياتنا اليوم. فهذا هو الشكل النهائي فما نخلوش يتحمر لينا شوف، فغير يولي بحال هكا مقرمش نطفيو أولا نحيدوه من الفران. بمجرد أنه ما يولي لنا مقرمش بحال هكا نحيدوه من الفرن، ما نخلوش حتى يتحمر لينا باش يحافظ لينا على الألوان اللي درنا عليه. فهذا الفقاس اللي درنا بالزيتون أسود، هذا اللي درنا بالربيع، هذا اللي بالتحميرة والشوينية والطماطم المركزة، وهذا اللي درنا بالكاشير. بالنسبة للناس اللي كيديروا طلبيات فمن الأحسن يديرو في هاد العلب، فكتكون مزيانة ليهم. وكذلك بالنسبة لهاد الفقاس مكيكونش غير في العواشر، فكيكون على طول العام وكيكون الطلب ديالو في جميع المناسبات. فكنتمنى وصفتنا تكون نالت إعجابكم، فمقادير بسيطة وكنحضروها في وقت وجيز، يعني من اليوم ما غاديش نعكزو. وكذلك بالنسبة للناس اللي كيحضروا الطلبيات فيمكن لهم يحضروا الطلبيه ديال فقاس الحار يعني بوجههم حمر، ما غيخسر ليهم ما والو. كنتمنى وصفتنا ديال اليوم تكون نالت اعجابكم. بالنسبه للناس اللي كيشوفوا القناه ديالنا لاول مره معجبهم بالمحتوى ديال القناه ديالنا فما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك وتضغطوا على زر الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا. وبالنسبه للناس المتتبعين ديالنا فما تنساوش ديروا لنا لايك وتكتبوا في حقنا كلمه زوينه. شكرا لكم بزاف، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء في وصفة قادمة إن شاء الله.